الشباب على عهدة الجميع الحقيقة، الكل بيقف يد واحدة خلف المسؤولين عن هذه البطولة حتى تظهر صورة مصر إن شاء الله بشكل مشرف. خلينا نبدأ الأول، وخدوا بال حضراتكم برضو في كان 2019 هنبدأ دايما بأخبار المنتخب وأخبار الصحف الأفريقية قالت إيه عن كل منتخب أو كل صحيفة أفريقية قالت إيه عن منتخبها وعن المنتخبات الأخرى. أول فقرة عندنا فنتكلم عن أخبار منتخب النهاردة. الحقيقة كان اليوم الرابع لمعسكر منتخبنا الوطني المقام ببرج العرب في الإسكندرية استعدادا لأمم إفريقيا. المنتخب بيتدرب الحقيقة بشكل رائع خلال هذه الأيام، وبيتدرب بدني في الجيمنيزيوم خلال الفترة الصباحية، وفي الفترة المسائية يتدرب بشكل كامل في الملعب في ملعب برج العرب، وده مستمر من اليوم الأول. النهارده وصل لاعبو المنتخب الوطني تدريباتهم البدنيه داخل الجيمنيزيوم بمقر اقامتهم في المعسكر، وبمشاركه محمد النني نجم نادي الارسنال وجميع اللاعبين، حيث ادوا تدريباتهم بجديه تامه لمده ساعه في اطار اجراء القياسات التي يجريها مدرب الاحمال والطاقم الطبي. محمد النني شارك في المنتخب او في مران المنتخب اليوم استعدادا لمواجهه تنزانيا وديا بعد انضمامه للمعسكر صباح اليوم، استعدادا طبعا لبطولة كأس الأمم الإفريقية. النني أيضا خاض تدريبات بدنية تحت إشراف كابتن هاني رمزي مدرب المنتخب في الجيم المخصص بفندق الإقامة ببرج العرب. يلتقي إن شاء الله منتخبنا الوطني مع تنزانيا وغينيا وديا يومي 13 و16 يونيو الجاري في ملعب برج العرب بالأسكندرية. الكل بيسأل متى سينتظم محمد صلاح نجم نادي ليفربول مع منتخبنا الوطني. الله يكون في عونه، خلوه يريح شوية. ومحمد طبعا دلوقتي على البحر في الجونة أعتقد، أو في مكان على البحر بيصطاد، ومش هقول هو فين، مش هقول بيقولوا لي هو فين، بس أنا مش هقول. خلوه يستمتع وخلوه يتبسط، لأنه محتاج الحقيقة زي ما حضراتكم عارفين موسم طويل جدا جدا في البطولات الأوروبية، ووصول محمد لنهائي بطولة دوري أبطال أوروبا وفوزه بهذه البطولة، أعتقد أنه محتاج على الأقل 10 أيام يستريح فيهم بشكل جدي، وبعد كده إن شاء الله ينتظم بقى ويلعب بقى أو يستنى أو يتمرن أو يبدأ تمرينه مع منتخبنا الوطني. على الرغم من كل اللي أنا بقوله، غدا إن شاء الله الاثنين سينتظم محمد صلاح في تدريبات الفراعنة في برج العرب استعدادا لكأس الأمم بعد أن حصل على إذن من الجهاز الفني بقيادة خافيير أجيري على الحصول على راحة للاستجمام زي ما قلت لحضراتكم بعد معاناة طويلة جدا جدا جدا. الحقيقة هذا الموسم محمد صلاح زي ما حضراتكم عارفين موسم طويل جدا، وانتهى هذا الموسم وخد أجازته والحمد لله، راح نجريج الراجل وقعد هناك واتبسط وصلى العيد، معرفش صلى ولا ما صلاش الحقيقة، لأنه كان هناك تجمع كبير جدا جدا أمام منزل محمد صلاح الله يكون في عونه يعني، ولكن قعد في بلده هذا الإنسان المتواضع الذي، والحقيقة أنا شخصيا أتمنى له كل التوفيق في كأس الأمم الأفريقية، ويستطيع قيادة منتخبنا الوطني مع بقية زمايله في الفوز بهذا الكأس ورفعه عاليا. طيب المنتخبات الأخرى ماذا فعلت المنتخبات الأخرى خصوصا